بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنستكمل مقرر دراسات في مجال الهندسة الإنشائية Studies in the Field of Structural Engineering. ما زلنا مع شابتر 4 بعنوان Miscellaneous، موضوعات متنوعة. كنا ابتدينا المحاضرة السابقة في عمل مقارنة بين ثلاث مصطلحات. المصطلح الأول اللي هو Release، المصطلح الثاني اللي هو ريسترين، وقلنا ريسترين عكس ريليز، يعني في المعنى عكس ايه ريليز. المصطلح الثالث وهو مرتبط بالمصطلحين الاول والثاني وهو ايه كونسترين. يعني احنا بنحاول يعني نستكمل الموضوع، ويمكن احنا كنا خلصنا البارت ايه، واحنا بصدد ان احنا ناخد بارت بي. ايضا في بارت بي هنكمل يعني الموضوع اللي احنا ابتديناه وكده. واحنا طبعا كنا قلنا ان الريليز والريسترين عكس بعض، يعني اما انك بتحرر، يعني بتفك شيء او بتسمح لشيء ان هو يتحرك وكده، ده اللي هو الريليز. انما الريسترين بيكون العكس، يعني انت بتعمل تقييد، بتحط سبورت، بتمنع حركة. يعني ريليز احنا بنسمح بالحركة، ريسترين احنا بنمنع الحركة. يعني مثلا لو انا رسمت كاميرا مثلا فيكسد، مثلا فري فيكسد عند الاي وفري عند البي، ده فيكسد وده فري وده فري. فانا دلوقتي عند الايه عملت ايه ريسترينينج، يعني عملت تقييد، منعت الايه الحركه، منعت الدي اكس حطيتها بصفر، والدي واي برضو حطيتها بصفر، والفاي او الثيتا برضو حطيتها بايه بصفر. فانا فبقول على النود اللي هي ايه، بقول عليها ايه في الحاله دي، ان هي ايه ريستريند، ان هي ايه ممنوعه، منعت الحركات الثلاثه. وقلنا طبعا ان احنا لما بنمنع الحركات على طول بيتولد ايه، بيتولد رياكشنز. دي قلنا بقى ان هي ايه شيء بديهي، لما تمنع الحركة يبقى فيه رد ايه رد فعل، فيبقى عندنا رد فعل اسمه ار اكس، رياكشن في اتجاه اكس، وعندي رياكشن في اتجاه واي، وعندي ايه مومنت، ودول كلهم ردود فعل، وبيبقوا مطلوب مني ان انا احدد الايه القيم. يعني ممكن نقول بطريقة تانية، اذا الديسبليسمنت معلوم، اذا الديسبليسمنت معلوم وليكن بزيرو، وليكن قيمته زيرو، يبقى في الحالة دهيات بيكون الرياكشنز مجهولة ومطلوب تحديدها، مجهولة ومطلوب تحديدها، مطلوب ان انا احدد قيم الرياكشن ار اكس وار واي والمومنت. ده عند الايه عند النود رقم ايه. انما انا بقى لو رحت للنود رقم بي، لو رحت للنود رقم بي هلاقي النود اللي عند بي وضعها مختلف شوية. هنا النود اللي عند بي ديت عبارة عن نود يعني حرة، عندها حرية ان هي تتحرك في اتجاه يعني ده، وانا حطيت قيم للديسبليسمنت هلاقي عندها ان الدي اكس لها قيمة، والدي واي برضو لها قيمة، والسيتا ايه لها قيمة. وان كنا طبعا قبل كده قلنا ان احنا هنهمل في البيمز هنهمل الدي اكس وكده، لكن مش مشكلة يعني لو اعتبرنا ان احنا ان هي موجودة، والجزء الثالث برضو يبقى السيتا ايه لها قيمة. يعني هنا الحركات مسموح بيها، ويمكن ده يبان لو احنا رسمنا الديفورمد شيب. الديفورمد شيب هتلاقي ان فعلا عند الايه الحركات كلها ممنوعة، لكن عند
عند البي لا هتلاقي عند البي حصل هبوط ديفليكشن، حصل روتيشن، طبعا لو في حركة أفقية هتبقى موجودة، ما كانش خلاص، لكن حصل طبعا الحركات كلها مسموح بيها، وبالتالي هنا بقى مفيش ايه، مفيش رياكشنز، مفيش رياكشن، لان مفيش، انا ما منعتش الحركة، فبالتالي مفيش رد فعل مقابل، لان انا الحركة ايه مسموح بيها، في حرية، في حرية للحركة، وبالتالي مفيش رد فعل. وفي الحالة دي بقى ممكن نقول على الجوينت دي بقى نقول ان احنا عملنا ايه ريليز عندها للثلاث حركات، وبالتالي بنقول عليها ايه ان هي ريليزد، يعني ايه تم السماح للحركات عند الجوينت او النود بي، وبالتالي بقى اسمها ريليزد، وبالتالي مفيش ايه رياكشنز. الجزء بقى الاخير اللي هو الكونسترين، كونسترين قلنا برضو مرتبط بالحركة، يعني هو ايضا مرتبط بالحركة، لكن زي ما بيقول بتبقى حركة ايه مشروطة بقى، بتبقى حركة ايه مشروطة، يعني زي ما بيقولوا ايه كونديشند، يعني ايه لها حد معين او وضع معين، زي ما كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ان احنا مثلا بنجيب حائط مثلا ونجيب حائط تاني ونسيب بينهم فراغ، ونقول ان احنا مسموح لنا ان احنا نتحرك وزن الايه الفراغ، يعني ما مش هتقدر تتعدى القيمة المسموح بيها، لك حيز، لك باونس، حدود بتتحرك فيها وكده، يعني مش مفتوحة، يعني مش العمل مش مفتوح بحرية تامة، لا ده حرية محدودة، حرية ايه محدودة، وده طبعا ممكن يبان بعد شوية وكده. وطبعا زي ما احنا شايفين في الرسم وكده واضح ان هو الريليز، ان احنا زي ما قلت عندي قفل، بنفتح الايه بنفتح القفل او بنفك القيد، يعني عندي قيد بكسر القيد، يعني بسمح بالحركة، انما طبعا الريسترين لا احنا بنقفل الايه القفل او بنمنع الحركة، بنعمل عملية تقييد للحركة، بنحط ايه مانع للحركة، بنحط ايه زي سبورت وكده. طبعا كونسترين زي ما قلنا لا بيبقى الوضع ايه مختلف شوية، بيبقى عندي ايه حدين، هو ده حد وده حد، والاتنين قريبين من بعض، وبنقول عليهم ان هم كلوز ايه باوندز، يعني حدود قريبة من بعضيها، وبيبقى بقى مسموح لي ان انا اتحرك وزن الايه وزن الليميت المحدد وكده. يعني مثلا لو بنتكلم عن الريليز، لو انا مثلا كان عندي مثلا بيم فيكسد، مثلا فيكسد مثلا، وكان البداية ايه والنهاية ايه بي، فتخيل مثلا ان انا هاجي عند نقطة البي واعمل مثلا واعمل ريليز للريليز، مثلا نختار اي حاجة، هعمل ريليز للسيتا عند ايه عند بي، طبعا السيتا عند بي كانت بزيرو، كانت ممنوعة، لا انا هسمح بيها، فبالتالي في الحالة ديت هتتحول المسألة من فيكسد الى فيكسد ايه الى فيكسد ايه هنجد، فيكسد زي ما هي عند ايه، لكن عند بي طبعا انت دلوقتي ايه سمحت بالايه بالروتيشن، فبقى سيتا عند بي اصبح لا تساوي ايه لا تساوي صفر، يعني اصبحت ايه موجودة، وبالتالي انا لو رسمت الديفورمد شيب هلاقي إيه ان بدأ يحصل عند نقطة ايه روتيشن اللي هو السيتا عند بي، سوري سيتا ايه بي، لكن هنا عند الايه الروتيشن بزيرو. لو انا برسم بقى نفس الديفورمد شيب للحاله الاولانيه قبل ما اعمل ريليز، هلاقي الروتيشن طبعا بزيرو في البدايه وبزيرو في النهايه، واضح الروتيشن في البدايه والنهايه بزيرو، لكن انا لما عملت ريليز عند السبورت بي طبعا اديته حريه بقى ايه، يعني هو كان في الاول خالص ممنوع من الروتيشن، ممنوع من الروتيشن، يعني ايه يعني ممكن نقول كده ان هو ريستريند اجينست ايه اجينست الروتيشن،
كان الروتيشن ممنوع، لكن طبعا في الحالة التانية هنقول أصبح إن هو إيه، فري تو روتيت، أصبح حر، أصبح عنده حرية إن هو إيه يلف. فعملت أنا إيه، عملت إيه ريليز. طبعا في الحالة الأولانية لما كان في الروتيشن بتساوي زيرو عند بي، كان هيطلع لي إيه رد فعل مومنت، كان هيطلع لي رد فعل ايه مومنت. المومنت هنا كان لا يساوي ايه صفر، هيطلع في رد فعل ليه، الحركة ممنوعة. لكن لما انا سمحت بالحركة عند بي وبقى حر ان هو يلف، ففي الحالة ديت هيطلع المومنت عند بي، المومنت هيساوي في الحالة ديت ايه، يساوي صفر. زي ما قلت، اذا الحركة ممنوعة يبقى في رد فعل، اذا سمحت بالحركة بيطير او بيتلاشى ايه رد الفعل. قلنا دي قاعدة مهمة لازم ناخد بالنا منها، لما نمنع الحركة بيتولد رياكشن، لما نسمح بالحركة خلاص بتخلص من الرياكشن. لو اخدنا بقى مثال يخص قصة الريسترين، ان انا مثلا هتخيل ان عندي بيم فيكسد ايه فري، فيكسد عند ايه وكانت فري عند الايه البي. معنى ان هي فري عند البي ان انا لو رسمت الديفورميت شيب طبعا هلاقي ان هو عباره عن كيرف، الكيرف ده بيهبط مسافه اللي هي الدي واي، وبيلف طبعا ايه بزاويه، وبيلف بزاويه، يبقى عندي سيتا لها قيمة وعندي الدي واي لها قيمة، فهو حر ان هو يهبط، حر ان هو يدور. فانا هاجي بقى دلوقتي اعمل ايه، هاجي عند البي واعمل ايه ريسترين، واضيف ايه حاجز او مانع. الريسترين ده هيكون عبارة عن ايه، مثلا افترض ان انا مثلا همنع الدي واي، همنع الايه الدي واي، فاحط ايه الدي واي بتساوي ايه صفر، احط الدي واي بتساوي صفر. طبعا لما احط الدي واي بتساوي صفر المسألة طبعا هتتحول لمسألة تانية، فيبقى الاي فيكسد زي ما هي، والبي كانت حرة ان هي تهبط، لا منعتها من الهبوط، فاقوم احط ايه هنج، احط هنج عند الايه البي. الهنج معناه ايه، ان انت منعت الايه الدي واي، لكن ما زلت سامح بمين، ما زلت سامح بالروتيشن، لان الهنج بيسمح ايه بالروتيشن، فيبقى عندي هنا في روتيشن، لكن احنا منعنا مين، منعنا الدي واي فقط، الدي واي اصبح بزيرو، لكن الروتيشن ما زال ايه موجود وفي حرية للدوران. يعني الكونسترين زي ما قلت بقى ممكن ان انا يعني اديك حرية، بس حرية محكومة محدودة، يعني ان انا مثلا ممكن مثلا يبقى عندي مثلا سي مثلا رولر، والرولر ده مثلا عنده حرية يتحرك في اتجاه الأفقي، لكن أنا ممكن في الحالة دي لا أشترط عليك شرط وأقول لك لا، أنا بعد مسافة معينة كده من الرولر هحط مثلا حاجز أو حائط، ده عبارة عن حاجز، الحاجز ده هيبقى بالظبط كأنك بتقول للرولر انت بس هتتحرك افقي، لكن حيز معين او قيمة معينة، يعني اشترطت عليك شرط، حددت الحركة مش مسموح بها على الاطلاق، لا اصبحت ايه محكومة بقيمة محددة او بظروف معينة، يعني بقول لك اتحرك بس في ظل ظروف انا هحددها ليك، يعني ما تتعدهاش، ما تخرجش ايه ما تخرجش عنها. هنحاول بقى يعني نكمل في الموضوع. وبس كان المرة اللي فاتت كنا قلنا ان احنا عندنا ست قوى، عندنا ست قوى وست ايه حركات، يعني في ال 3 دي، في ال 3 دي بيبقى عندنا اف اكس واف واي واف زد، دول اللي هم تلات قوى، وبعدين بيجي بعدهم بقى ايه ام اكس وام واي وام اي زد، تلاتة ايه مومنت، ودول بيقابلهم زي ما احنا عارفين بيقابلهم ست ايه، دول ست قوى بيقابلهم ست حركات، اللي هم ايه الدي اكس بتقابل الاف اكس والدي واي والدي زد، وبعدين هيجي برضو ايه
ثلاث زوايا اللي هم الروتيشن اللي هم الثيتا اكس والثيتا واي والثيتا ديد الثيتا زد. ده كله طبعا في ال في الـ في ال 3 دي. وقلنا لو تفتكروا لما كنا بقى بنتنقل من ال 3 دي لل 2 دي، لما بنتقل لل 2 دي فطبعا كان في الستة بيتحولوا الى ايه، الى 3. كان طبعا بيضيع مني 3، يعني هم 6 هيروح منهم ايه 3. فكان طبعا كنت بخسر الاف زد والدي زد، وكنت ايضا بشيل الام اكس والسيتا اكس والام واي والسيتا واي. وبعدين يتبقى لي بقى في الحالة ديت من الحركات هيتبقى لي ايه، او من القوى الاف اكس والاف واي فقط، وهيتبقى لي من الروتيشن اللي هي الايه السيتا، او طبعا الاول المومنت، وبعد كده ايه اللي هي قوة، يعني المومنت الام زد، وبعد كده هيبقى عندي السيتا زد، ومن الحركات هيبقى ايه الدي اكس والدي والدي واي. يبقى الستة اصبحهم كام؟ اصبحهم 3، اصبحهم 3 ايه 3 فقط. فاحنا بس كنا عاوزين يعني نرسم رسم كده توضيحي يوضح يعني شكل المومنت ام اكس وام واي وام زد. لو انا تخيلت ان انا هرسم مجموعة من الاسطوانات، يعني لو عندي مثلا 3 محاور، محور رأسي ومحورين في الاتجاه الافقي، وهاجي عند المحور الافقي وارسم اسطوانة مثلا، دي عبارة عن اسطوانة. الاسطوانة ديت بتكون يعني ايه الكروس سيكشن بتاعها عمودي على محور مين؟ عمودي على محور ايه اكس. يعني لو انا بهشر الكروس سيكشن الاريا، فهلاقي الاريا كأن محور اكس متعامد عليها وواصل للسنتر وكده. نفس القصة لو انا رسمت في اسطوانة في اتجاه الزد، فهشر الكروس سيكشن وبعدين هرسم محور الزد، هيكون خارج عمودي على ايه الاسطوانة. في اتجاه واي نفس الكلام، هنرسم الاسطوانة هتبقى اسطوانة رأسية والكروس سيكشن بتاعها افقي، وخارج من المنتصف بتاعها محور واي، يبقى محور واي عمودي على الكروس سيكشن بتاع الاسطوانة. محور اكس ومحور زد نفس الكلام. ايه بقى لو انا حبيت ارسم بقى المومنت اللي هو بيلف حوالين محور اكس، لو حبيت ارسم المومنت اللي بيلف حوالين محور اكس هلاقيه بالظبط ماشي مع المحيط بتاع الايه المحيط بتاع الكروس سيكشن بتاع الاسطوانه الاولانيه، يبقى ده ام اكس. ام اكس ده بيلف بحيث يبقى السنتر بتاع الدايره هو محور اي اكس، كانه بيلف حوالين محور اكس، يبقى محور اكس بالنسبه لي هو البندنج ايه البندنج اكسس، هو محور الدوران، هو محور الدوران بالنسبه لل بالنسبة للام اكس، يبقى ده البندنج اكسس. لو انا رحت للام زد نفس القصة، هاخد المومنت طبعا بيلف بيعمل روتيشن، فهاخد المومنت برضو هلاقيه بيلف على المحيط بتاع الدايرة اللي هي عمودية على محور اي زد، يبقى ده ام زد. نفس القصة لو بصينا لل الام واي اللي هو المومنت اللي بيلف حوالين محور واي، فبرضو هلاقيه ماشي مع المحيط بتاع الدايره، يبقى ده الام واي. وطبعا المحور اللي هو محور واي بيبقى خارج من السنتر عمودي على الدايره، ومحور زد برضو بيبقى خارج من السنتر عمودي على الدايره، ومحور اكس بيكون خارج من السنتر عمودي على الدايره. هو يمكن الرسم ده وضح شويه، لان طبعا ما بنرسم في ال 3 دي بتبقى الامور ساعات مش يعني كانها في ال 2 دي يعني، لكن يمكن لما نشوف الاسطوانات وكده، والاسطوانه لها كروس سيكشن والكروس سيكشن عمودي على المحور، يعني كل محور عمودي عليه دايره والمحور خارج من السنتر بتاع الدايره، والمومنت بقى هو عباره عن قوس كده راكب على المحيط بتاع الدايره، فوضح طبعا الفرق ما بين الام اكس والام واي والام زد.
طبعا فين الفورسز بقى اللي هي الاف اكس والاف واي والاف زد؟ هلاقي الفورس اف اكس اللي هي ماشيه مع محور اكس، والفورس اللي هي الاف زد ماشيه مع محور زد، والفورس اللي هي الاف واي ماشيه مع محور واي. يبقى انا عندي دلوقتي ده عباره عن 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 3 دي فيو، ده عباره عن 3 دي فيو، ومتوضح في الفيو الثلاث قوى اللي هم الاف اكس والاف واي والاف زد، ومتوضح ايضا الثلاث عزوم اللي هم الام واي والام زد والام اكس. ويعني اصبحت الصوره ايه، بسيطه وواضحه وكده. تخيل بقى لو انا عندي الفيو ده في 3 دي، وعاوز بقى ارسم زي ما قلنا قبل كده حائطين مثلا بينهم مسافه مثلا محدده مثلا، وعاوز يعني اشوف مين هيتبقى معايا من القوى، ومين يعني هفقده كده. الكلام ده كنا عملناه المره اللي فاتت، ان انا بقول بتخيل ان انا هجيب المجموعه اللي هم السته اللي هم الثلاثه فورسز والثلاثه مومنتس، وهرسم مثلا حائط كده راسي، وبعدين بعديه بمسافه صغيره هرسم حائط تاني، والحائطين بينهم جاب، والجاب ده صغير ليه قيمة، وبعدين قيمة صغيرة يعني ايه جدا، يعني فراغ بسيط. وهتخيل ان انا عاوز بقى اجيب الشكل اللي هو بتاع ال 3D اللي هو في محور اكس ومحور زد ومحور واي، بما بقى في ايه القوى والايه والعزوم، وهحاول اسقط الشكل دوت بين اللوحين في الفراغ اللي موجود بين اللوحين. فهتلاقي اول حاجة يعني لو انت حطيت القوى اللي هي الاف اكس والاف واي، هتلاقي الاف اكس والاف واي ما عندهمش مشكله. ليه؟ لان الاف واي راسيه، فعندها فرصه تنزل فين في الفراغ، والاف اكس افقيه برضو فعندها فرصه تدخل جوه الفراغ، مفيش حاجه هتحش. انما اللي هيتعذر عليه الدخول في الفراغ هو مين؟ هو ايه؟ الاف زد. فالاف زد يبقى ده مش هيقدر يدخل في الفراغ، فبالتالي فقدت ايه الاف زد. نفس القصه لو انا رحت بقى للايه للمومنتس، عندي الام اكس والام واي والام اي زد، هنا هلاقي بقى ايه الام اكس والام واي هما هيبقى صعب عليهم النزول في الفراغ. الوحيد اللي هيقدر ينزل في الفراغ هو مين؟ هو الام زد، وممكن نرسمه دوتت كده على اساس ان هو ايه كانه بين الايه اللوحين وكده. لو دي دايره راسيه وعليها قوس كده اللي هو الام زد، فالدايره دي الوحيده هي اللي ممكن تنزل في الفراغ، لان طبيعتها ايه؟ طبيعتها دايره راسيه. وده يمكن واضح من الرسم اللي احنا عملناه بالنسبه للام زد، ان الدايره اللي فيها الام زد هي دايره راسيه، فبالتالي ممكن تنزل في الفراغ. انما الدوائر الخاصه بالام اكس والام واي هتبقى مش راسيه، دوائر واحده افقيه فهتصد في الفتحة، والتانية جانبية برضو فهتصد في الفتحة، فهنخسر الام اكس والام واي، وهيتبقى عندي في الحالة دي الاف اكس والاف واي والام زد. وبالتالي يعني المقابل ليهم بقى ايه؟ هيبقى عبارة عن الدي اكس والدي واي والسيتا زد، ده ثلاث حركات، والمقابل ليهم كثلاث قوى، يبقى اف اكس بتقابل الدي اكس واف واي بتقابل الدي واي والام زد بتقابل السيتا زد. يبقى ده الديسبليسمنت، ده الديسبليسمنت فيكتور، وده عباره عن الايه اللود ايه فيكتور. وبالتالي اتحولنا بقى من ال 3 دي لل 2 دي عن طريق ان احنا حولنا المسألة من السبيس للمستوى، فالستة اتحولوا الى ايه 3 لودز و3
displacement. واحنا ممكن برضو ناخد مثال كده لكاميرا سيمبل بيم نقدر نعرف منها اللي هو الجزء الخاص بالمومنت، يعني المومنت هيكون فين الام زد وكده. لو انا عندي كاميرا وعاوز بقى اعرف المومنت اللي بيأثر على الكاميرا هو ام اكس ولا ام واي ولا ام زد، فانا هاخد مثال بسيط لكاميرا، ده عبارة عن سيمبل بيم مثلا. البيم طبعا احنا كنا قلنا في البيمز ان احنا بنهمل الايه، بنهمل الاكسيال في البيمز، نجلكت الايه الاكسيال ديفورميشن. مش هنبص بقى بعد كده للحركه في اتجاه اكس وكده. وانا هاجي ارسم المومنت، هرسم المومنت اللي بيأثر على البيم، وطبعا المومنت ده بيبقى بوزيتيف. وطبعا هتخيل ان انا عندي هنا طبعا احمال موزعه دبليو وعندي الاسبان وكده، فهيبقى عندي في النص هنا في مومنت، والمومنت ده هيساوي دبليو في ال تربيع على 8. بس انا عاوز اشوف المومنت ده بقى اسميه ايه، هل اسميه ام اكس ولا اسميه ام واي ولا اسميه ام زد وكده. طبعا المساله ديت عباره عن 2D، يعني مساله في المستوى، ما هياش مساله في الفراغ. فبالتالي انا متوقع ان يبقى عندي اف اكس واف واي وايه بقى وام ايه زد. طب ليه ام زد؟ هنشوف. ويبقى عندي برضو ايه الدي اكس والدي واي والسيتا زد اللي هي بتقابل الام زد. فانا ما عنديش مشكله في الاف اكس والاف واي او الدي اكس او الدي واي، ده يبقى اتجاه الدي اكس وده اتجاه الايه الدي واي، ما فيش مشكله. واللود الرأسي ده يبقى في اتجاه الواي، يبقى ده في اتجاه الايه الواي، ما عنديش مشكله في اللود ايضا. ما فيش هنا في المساله لود في اتجاه الاكس، يبقى دي اكس الدي واي اف اكس اف واي ما فيش مشكله. انا مشكلتي في الام زد وليه سميته الام زد. انا هاخد محاور، هعمل محاور للمساله. هنقول مثلا محور اكس هو افقي ورايح ناحيه اليمين، ومحور واي هيبقى راسي والاعلى، ومحور زد طبعا اللي هو ايه اللي هو عمودي على الايه على المساله، خارج من المساله، عمودي على الورقه، رايح من الورقه ناحيه ايه اتجاه النظر وكده يعني. فانا عاوز اعرف ليه انا سميته، هسمي المومنت هنا ليه ام زد. هناخد جزء من الكاميرا، يعني هنقطع جزء كده من وسط الكاميرا element وناخده بره لوحده. فهلاقي عندي ده الجزء اللي انا قطعته، قطع كده. وطبعا لو انا رسمت المومنت تحت هلاقيني برضو قطعت في المومنت، في مومنت على اليمين ومومنت على الشمال، وبيزيد طبعا في النص عن اليمين والشمال. فانا هفترض المومنت اللي على الشمال اسمه ام واللي على اليمين اسمه ام من التماثل وكده، وبالتالي يبقى على الاليمنت اللي فوق في مومنت ام من الشمال ومن الايه اليمين، ده مومنت وده مومنت. وطبعا انا ممكن بقى اكمل الكاميرا كده في الاتجاه الثالث اللي هو الاتجاه العرض بتاع الكاميرا، وطبعا ده هيبقى دوتت كده لانه هو مش ظاهر الجزء اللي ورا. طبعا انا يعني ههشر الجزء اللي هو في المقدمه اللي هو انا اوريدي قطعه من القطعه اللي انا قطعها من الكاميرا. الباقي ده مجرد فيو، مجرد فيو اللي حصل. لو انا جيت ارسم بقى المحاور، لو رسمت المحاور هلاقي ده عباره عن محور اكس، ده عباره عن محور اكس، وطبعا هيطلع من هنا محور ايه محور واي، وهتلاقي بقى جاي من النص مين محور ايه محور زد. وفعلا هنا هتلاقي المومنت بيلف حوالين محور ايه زد، يعني لو بترسم المحور بتاع زد هتلاقي في قوس على اليمين اهوت اللي هو المومنت،
وفي قوس تاني على الشمال اللي هو ايه المومن. وطبعا لو انت كملت القوسين دول يعني تخيلت انك هتعمل دايرة مثلا كده تاخد الاقواس معاها، فهتلاقي الدايرة دي لو تفتكر من شوية كنا عملنا ايه اسطوانة، والاسطوانة دي كانت يعني محور الاسطوانة كان هو عبارة عن ايه اللي هو اتجاه زد، كان اتجاه زد بيطلع هو محور الاسطوان، ده كان عبارة عن اتجاه زد خارج اهوت عمودي على الاسطوانة وبيمر بالسنتر بتاع الدايرة. وخلينا حتى نهشر ايه الدايرة اللي احنا جمعنا فيها المومنت اللي هو ام وام على المحيط بتاعها، ففعلا هتلاقي المومنت بيلف حوالين محور ايه زد، فبالتالي ممكن نقول بقى ام زد والتاني برضو ايه ام زد، وكده واضح ان المومنت لازم يكون ايه ام زد وكده. طبعا المومنت ده هيعمل ايه بقى على العنصر اللي احنا رسمينه؟ لو رسمنا العنصر مرة تانية كده، ده الجزء اللي احنا قطعناه ورسمناه في الاتجاه الثالث اهوت، على اساس نشوف ايه اللي هيحصل في الاتجاه اللي هو بتاع الكروس سيكشن وكده. فهلاقي هنا في مومنت خلاص انا سميته ام زد، وفي في الناحيه الثانيه مومنت برضو ام زد. طبعا المومنتس انا عارف ان هي بتعمل ايه ستريسز، فهيبقى في كومبريشن فوق، في كومبريشن فوق ومن ناحيتين طبعا، لان المومنت في الناحيتين بيعمل كومبريشن فوق ونفس القيمه بتاعه المومنت، وهنلاقي بقى في هنا ايه تحت، في تنشن تحت، فالمومنت بيعمل ستريسز. الستريسز دي بقى هتبقى في اتجاه مين؟ الستريسز دي واضح ان هي هتبقى في اتجاه محور اكس، هتبقى في اتجاه ايه محور ايه اكس، فالستريسز دي هنقول عليها ايه، هنقول عليها ايه سيجما اكس، لكن اللي فوق كومبريشن فبنقول عليه اف ايه اف سي، واللي تحت ايه ستريس برضو سيجما اكس لكن تنشن فهنقول عليه ايه الاف تي. فالمومنت الام زد عمل ستريس ايه سيجما اكس، نورمال ستريسز على السطح اللي هو سطح مين، سطح اللي هو الكروس سيكشن بتاع الكاميرا، اللي احنا لو جينا بقى نقيس كده هنلاقي العرض ده هو البي بتاع الايه الكاميرا، كومبريشن فوق وتنشن تحت، وما بينهم طبعا ذراع العزم، وبالتالي اقدر اضرب احدى القوتين في ذراع العزم فبجيب الايه المومنت الايه الداخلي، بقدر احصل على المومنت ايه الداخلي. فواضح فعلا ان المومنت هنا هيبقى اسمه ام زد، وهيعمل ستريس اسمه سيجما اكس في اتجاه الايه الاكس. طبعا احنا كنا زمان يعني لو رسمنا تاني القطاع بتاع الكاميرا هيبقى عندي قطاع مستطيل عرضه هو البي وارتفاعه هو الايه التي، وطبعا كان بيأثر عليه مومنت، فكنا بنرسم المومنت بقى هنا اسمه ام زد، بنرسمه بايه بسهمين، وطبعا كان بيبقى في عندي النيوترال اكسس، وبتبقى المنطقه اللي فوق ديت منطقه كومبريشن، والمنطقه اللي تحت بتكون منطقه تنشن، وكنا بنيجي نرسم بقى الاستريسز، فكان الاستريس بيطلع مثلثين، مثلث كومبريشن ومثلث ايه تنشن، وتحت اف تي اللي هي التنشن، وفوق اف سي اللي هي الايه الكومبريشن، وده النيوترال اكسس عنده الاستريسز بزيرو، لا في كومبريشن ولا في تنشن. وكنا بنستخدم العلاقه اللي هي سيجما بتساوي الام على الاي، وكنا بنقول في ايه في واي، سيجما على الاي في الواي. هنا بقى سيجما هتبقى سيجما ايه؟ هتبقى سيجما اكس، ان احنا قلنا فعلا المومنت اللي هو ام زد اللي هو ام زد هيديني ايه سيجما اكس، يبقى كأن انا دلوقتي بحسب ستريسز في اتجاه اكس نتيجة مومنت في اتجاه زد، فبالتالي بيبقى عندي باقي محور اللي هو محور مين اللي هو محور واي. ان انا لما باجي احسب الاستريس عند اي ليفل، يعني لو اخدت اي ليفل كده وهحسب عنده الاستريس فبحسب المسافة ايه واي، فدايما بضرب في ايه في الواي، فالواي فوق، الواي فوق هتتغير من صفر لغاية ايه الواي اللي هنسميها توب،
وتحت هتتغير طبعا من صفر او من عندي النيوترال اكسس لغايه الواي ايه الواي بوتوم. فانا ممكن من النيوترال اكسس يبقى عندي في مسافتين، مسافه فوق اسمها الواي توب، ومسافه تحت اسمها ايه الواي ايه الواي بوتوم. فبالتالي انا فعلا عشان احسب الاستريس عند اي ليفل اللي بيتغير عندي مين المسافه واي، وباستخدم مين المومنت ام زد، بيطلع عندي في النهايه سيجما نورمال ستريس اللي هو سيجما اكس. طيب الانرشي هنا بقى مين؟ مين الانرشي اللي هتقاوم؟ لو احنا رسمنا القطاع تاني وحطينا عليه المحاور بتاعه المساله، فهلاقي المحور الافقي ده لو انت بتعمل اسقاط هيطلع هو زد، والمحور الرأسي للقطاع هيطلع هو ايه هو واي. طب فين محور اكس؟ محور اكس هيطلع نقطة، لان هو انت بتسقط عمودي على محور ايه اكس، فمحور اكس هيطلع ايه عبارة عن نقطة. طيب الانيرشيا بقى اللي بتقاوم هنا انه انيرشيا، لو تفتكروا من زمان كنا بنقول اي ايه اي زد، واي زد كان هيساوي ايه بقى البي الموازي في العمود ايه تكعيب، ولذلك كنا بننفذ الكاميرا بحيث يبقى ايه يبقى البعد الكبير هو البعد الرأسي اللي هو ايه هنا بنسميه تي عشان ده اللي هيتكعب، والبعد الصغير اللي هو الافقي بنسميه البي عشان ده اللي ايه هيبقى مرة واحدة، انما اللي بيتكعب هو الرأسي، فبنخلي الكبير هو ايه الرأسي، وبننفذ الكاميرا بحيث يبقى الدبس هو العمق بتاع الكاميرا هو الكبير والعرض يبقى هو الصغير. وقلنا لو الكاميرا اتنفذت بالوضع دوت ان الكبير هو الافقي والصغير هو الرأسي، فده مش كويس مش مناسب، لانه هيديني ايه انيرشيا ايه انيرشيا اقل. طبعا الكلام ده بقى ممكن يعني برضو بنفس المنطق، لو عندي فريم يعني ممكن ايه نفس الفلسفة تمشي على الايه على الفريم، بس طبعا الفريم بيبقى فيه مشكلة ان بيبقى عندي فيه ممبرز رأسية وفي ممبرز افقية. فالممبر الافقي ده خلاص بيساوي مين؟ هيساوي البيم، هيمشي زي الايه هيمشي زي البيم. باقي عندي بقى الممبر الرأسي والممبر الرأسي. فالموضوع بسيط، يعني لو انت يعني اعتبرت ان الجسم ده كان في حالة يعني في حال الاصل هو يعني، او ممكن نفرده يعني نفرد المسألة نخليها كلها في الوضع الايه الافقي، فتبقى تلات اجزاء، فيبقى الجزء ده اللي هو من البداية كان افقي اللي هو البيم، والجزء ده اللي هو كان رأسي وكان رأسي، فلو فردناهم برضو هنوصل لنفس المعنى او نفس الايه الفهم، يعني مش هيبقى فيه مشكلة في ان احنا نوصل لنفس النتيجة، ان البيم ان لو عندي بيم او عندي فريم والبيم او الفريم مرسومين في مستوى يعني 2D problem 2D problem مسألة وقع في مستوى وليست في السبيس، فبنقول على دول ان هم 2D problems 2D problems او ساعات بقى بنقول بمعنى افضل شوية بنقول بلين ايه بلين ستراكشر يعني منشأ واقع في ايه في مستوى. وطبعا لما نقول بلين ستراكشر فده يعني بعد شوية يعني بيستدعي ان احنا يعني نجاوب على سؤال بيقول طيب يعني زي ما في بلين ستراكشر هل في سبيس ستراكشر؟ هل في بقى منشأ اقدر اقول عليه سبيس ستراكشر؟ يبقى في بلين ستراكشر وفي سبيس ستراكشر، وهل السبيس ده يبقى هو معناه ال 3D والبلين يبقى هو ال 2D؟ فاحنا ممكن نحتاج نعمل بس يعني تعريف للبلين ستراكشر والسبيس ستراكشر، لكن يعني احنا كل اللي فات ده كان الهدف منه ازاي نعرف ان المومنت ام اكس او ام واي او ام زد والانرشيا اللي شغاله، ده طبعا طبقا للمحاور وطبقا للمومنت بيلف حوالين انه محور من المحاور الثلاثة. وبالتهيالي دلوقتي الموضوع اصبح بسيط وسهل. طيب نعرف بسرعة كده الفرق بين البلين ستراكشر والسبيس ستراكشر، وبعدين ناخد مثال تاني برضو توضيحي على القصة بتاعت الـ2D والـ3D او البلين والبلين والسبيس وكده، يعني بحيث ان احنا يعني
تبقى الدنيا واضحة، ايه الفرق بين ال 2D او ال 3D، او بمعنى تاني بين السبيس وبين البلين. التعريف اللي احنا هنقوله دلوقتي ان احنا ممكن نقول ان الستراكشرز ممكن نقسمها لبلين، بلين ستراكشر وسبيس ايه وسبيس ستراكشر. طبعا بلين يبقى ايه؟ يبقى في ال 2D، يبقى في المستوى، وسبيس يبقى في ال 3D. بلين في ال 2D يبقى عندي محورين بس، محور مثلا اكس ومحور واي. طب فين المحور الثالث؟ المحور الثالث هيبقى خارج بقى، خارج عن المسألة، عمودي على الايه الورقة او على الايه الرؤية او على الشاشة او على المسألة. انما طبعا ال 3D فلازم هلاقي الثلاث محاور ايه، الاكس والواي والزد موجودين. ال 2D كان بيبقى عندي بس محور اكس وواي، وال 3D بيبقوا الثلاثة موجودين، انما في ال 2D بيبقى محور زد عمودي على الايه المسألة. ايه بقى تعريف البلين ستراكشر؟ ناخد الاول البلين ستراكشر، وبعدين اذا يعني الخصائص بتاعت البلين ما اتحققتش فعلى طول اوتوماتيكلي بيبقى ايه، بيبقى ايه سبيس. اول حاجه ان المساله ايه بتكون واقعه في مستوى، يعني ان المساله نفسها، المساله اللي هي البيم او الفريم او التراس، تقع في ايه، تقع في مستوى، يعني مش في الفراغ بقى. يعني برسمها فين؟ برسمها في مستوى، برسمها في مستوى، برسم المسألة في مستوى ايا كان بقى المستوى، ولكن احنا في الغالب بناخد المستوى اللي هو الايه الاكس واي. فلو انا بهشر كده يبقى المستوى الرأسي ده اللي هو الاكس واي هو ده مستوى الايه المسألة، فبنسميه بنسميه ساعات كده بنقول عليه الاكس واي بلين، يعني هو مستوى واقع فين، في اكس واي. وساعات في بعض الاحيان بنسميه الزد بلين، بنسميه الزد بلين، يعني يا اما نقول عليه الاكس واي بلين، يعني بيبقى بيشمل المحورين اللي هم الاكس والواي، يعني داخل فيه المحورين الاكس والواي. طب الزد مش داخل فيه، طب ليه سميته زد؟ هنا بقى لما سميناه زد ما قلناش بقى زد معاه حاجه، لا قلنا زد بس، بس زد هنا هو العمودي على الايه، هو العمودي على السطح. فانا ممكن اسمي المستوى بالمحورين بتوعه او اسمي المستوى بالمحور العمودي عليه. فزد هنا هو محور عمودي على ايه المستوى ايه اكس واي، فاما تسميه بقى بالعمودي او تسميه بالمحورين. فالشرط الاولاني عشان المساله تبقى 2D او تبقى بلين او تبقى بلين ستراكشر، يعني ان هي تكون واقعه في مستوى، يعني مفيش جزء في المساله واقع في اتجاه زد، لا كل اجزاء المساله واقعه في المستوى ايه اكس واي. يعني ترسمها في الورقه، ترسمها على الشاشه، ترسمها على السبوره، مفيش، مش محتاج يعني انك ترسم حاجه في المحور الايه الثالث او تخرج للمحور ايه الثالث. ده الشرط الايه الاول. في شرط تاني طبعا مهم، الشرط التاني بيقول ايه، بيقول ان الاحمال اللي بتأثر على مسألة تقع في نفس مستوى الايه المسألة، في نفس مستوى المسألة واقعة في مستوى، يبقى الأحمال الأخرى واقعة في نفس إيه مستوى المسألة. يعني يبقى إيه، يبقى عندي مثلا اف اكس ماشي، يبقى عندي اف واي ماشي، يبقى عندي إيه ام زد، يبقى الثلاثة دول فقط هما الأحمال اللي ممكن تبقى موجودة في المسألة. لو جاء أحمال أخرى مرفوضة، يعني لو عندي مثلا اف زد مرفوض، لو عندي ام اكس مرفوض، لو عندي ام واي مرفوض، دول الثلاثه مرفوضين، انما المسموح به اللي هم اف اكس واف واي وام زد. الثلاثه التانيين بقى معناها ان انا خرجت بره الايه المستوى، معناها ان انا بقيت في السبيس فما ينفعش. يبقى المساله وقع في مستوى، الاحمال في نفس ايه مستوى المساله. في بقى شرط ثالث بس هو يعني ايه، يعني متحقق بطبيعه ايه الحال، يعني ان بنقول ان الديفورمد شيب، يعني لما المساله تتشكل نتيجه الاحمال ويحصل ديفورميشنز، فالديفورمد شيب يقع برضو في نفس الايه، في نفس المستوى. يعني بعد ما يحصل تشكل يفضل الشكل بعد التشكل ايضا واقع في نفس المستوى اللي هو ايه مستوى المساله، اللي هو المستوى اكس واي مثلا.
طبعا في الحالة ديت إذا في شرط بقى من الشروط دي ما تحققش، فعلى طول المسألة بقى بتتحول من الايه، من ال 2 دي إلى ايه، ال 3 دي وكده يعني. فإحنا ممكن مثلا ناخد مسألة كده، نجرب ناخد مسألة، نحاول ناخد مسألة يعني أو مسائل بتوضح الفرق بين البلين والسبيس استراكشر. يعني لو انا مثلا اخدت سيمبل بيم مثلا، فالسيمبل بيم اقدر ارسمها في المستوى اكس، المستوى اكس واي. طب فين الزد؟ لا ده الزد بره اهوت عمودي خلاص، يبقى ما عنديش مشكله بالنسبه ايه للزد. المساله اقدر ارسم الاريا اللي انا محشرها دي في المستوى اكس وايه واي. طب فين الاحمال؟ اقدر احط الاحمال مثلا تبقى اف واي، واقدر احطها اف اكس، واقدر احط ايه مومنت عند اي نقطه. يعني ممكن اجي عند السبورت واحط ايه مومنت، يبقى المومنت ده ايه ام زد، وممكن اجي في اي مكان كده واحط ايه اف اكس. كل القوة الثلاثة دول اف اكس اف واي ام زد واقعين في نفس المستوى. او بمعنى تاني، لو انت جبت مثلا زي ما قلت قبل كده حائط او لوح، ولوح تاني او حائط تاني، وبينهم زي ما قلت جاب صغير، وحاولت تسقط المسألة، تحط المسألة اللي فوق ديت تنزلها في الجاب، فالمسألة كلها هينزل معاك المسألة والأحمال وحتى السبورتس عندك، لأن السبورت أيضا يعني لو أخدت هنج مثلا هتلاقي الهنج بيبقى عنده ايه دي اكس وعنده دي واي، فكل حاجة تقدر تنزل من الفراغ وتستقر داخل الفراغ بين الحائطين او بين الايه زي ما بنقول ايه التو ايه باوندز، والباوندز دي او الحدود دي زي ما قلنا ايه كلوز، يعني قريبة من بعضيها. فبالتالي المسألة دي طالما تنفع تنزل في الفراغ اللي بين حائطين بأحمالها بالجيومتري بتاعتها بالسبورتس بتاعتها، ففي الحالة دي المسألة دي تبقى بلين ستراكشر او 2D او 2D. حتى لو انت رسمت الديفورمد شيب، يعني لو رسمنا الديفورمد شيب بتاع المسألة، يعني بعد شوية طبعا هيحصل ايه ديفورميشنز كده، فهتلاقي المسألة دي هيحصل فيها تشكل، يعني الشكل اللي هو المنحني ده. حتى الشكل المنحني ده مع انه فيه كيرفز، فيه كيرفات وكده، الا انه مستوي، يعني واقع في مستوى الورقة، يعني ايضا هيسقط وينزل في الفراغ. نفس الكلام لو انا عندي مثلا ديب بيم بقى، لو عندي ديب بيم كاميرا كده عميقة وعندي تو سبورتس، والكاميرا دي طبعا لها سيكنس في الاتجاه الثالث اللي هو بي، والكاميرا طبعا لها اريا كبيرة كده. فنفس القصة، انا ممكن احط هنا احمال رأسية وممكن احط احمال افقية، والديفورمد شيب وكل حاجة هلاقيها واقع في المستوى اكس واي، زد طبعا عمودي على المسألة. فيبقى الحيطة ديت بالاحمال اللي عليها هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلين ستراكشر او 2 دي بروبلم. برضو نفس الكلام لو انا اخدت فريم بنفس الشكل اللي قدامي ده، الفريم دوت برضو هيكون ليه منبرز افقية ومنبرز رأسية، وليه طبعا في الاتجاه الثالث العرض اللي هو بي. دي طبعا عبارة عن ديب بيم، وده عبارة عن فريم، ده عبارة عن فريم. الأولاني خالص ده كانت عبارة عن إيه شالو بيم، يعني بيم عمقها صغير، شالو بيم. دي المسألة إيه؟ ديت المسألة بي، دي المسألة سي. نفس القصة، الفريم دوت بيبقى عليه مثلا أحمال رأسية، عليه أحمال أفقية، والشكل نفسه السبورتس كل حاجة واقعة في مستوى، حتى الديفورمد شيب. يعني لو أنت مثلا بترسم فريم في حال الأصل، وكان الفريم دوت مثلا هنفترض ان هو كان واقع في المستوى، وبعدين اثرت عليه بحمل افقي، فبعد شوية هيحصل له مثلا سوي ويتحرك في الاتجاه الجانبي ويتحرك مسافة اللي هي ايه الدلتا. فالشكل الجديد اللي هو بعد التشكيل اللي هو الازرق
ايضا هيبقى واقع في نفس المستوى. يعني كل حاجة تقدر تشيلها وتنزلها فين؟ في الفراغ اللي هو بين التو وولز او الحائطين اللي انت يعني بتفترض، يعني ده افتراض ان هم موجودين، وان انت دايما بتتخيل ان في بينهم جاب، وان انت بتقول لو المسألة بأحملها بشكلها بالديفورمد شيب يسهل ان هي تنزل في الفراغ، يبقى هي ايه 2D. لو المسألة بقى فيها جزء هيتعذر عليه ان هو ينزل في الفراغ، ففي الحالة ديت المسألة بتبقى ايه سبيس بقى او ايه او 3D. تعالى برضو ناخد مثال برضو تاني كده، يعني منه هيقول المسألة بلين يعني في المستوى ولا في السبيس، وايضا هنشوف بقى الام اكس والام واي والام زد وكده، الجزء اللي احنا يمكن اتكلمنا عنه من شوية. هتخيل ان انا عندي عبارة عن كمرتين، ده محور مثلا واي وده محور اكس وده محور زد، وهتخيل ان انا هاجي هنا اعمل ايه كاميرا، كمرتين بس كاميرا منهم هتبقى ماشية مع محور والكاميرا التانية ماشية مع محور تاني. يعني لو انا قلت المحاور ده محور واي وده محور اكس وده محور زد، يبقى كده كأن انا فين؟ كأن انا في السبيس، كده كأن انا في السبيس عندي تلات ايه محاور. وبعدين جيت اخدت كاميرا، الكاميرا الاولانية ديت هنسميها مثلا بي، والكاميرا التانية دي مثلا هنسمي واحدة منهم مثلا اللي هي ماشية مع محور اكس، والتانية اللي هي ماشية مع محور ايه زد. وبعدين هنجيب هنا حمل بقى ايه تالت هنحطه عند نقطة الالتقاء، وليكن الحمل ده هنسميه ايه 2 اي بي. الكاميرا اللي هي في اتجاه ال اكس هيبقى طولها ال اكس وهنقول هو بيساوي ال، والكاميرا التانية هيبقى طولها ال زد وهنقول برضو بيساوي ايه ال. يعني المقاسات متساوية. هنا ال 2 بيمز، هنا ال 2 بيمز واقعين في نفس المستوى، واقعين في نفس المستوى اللي هو الايه بقى الاكس زد بلين، وعين في المستوى الأفقي. يعني هنا الكاميرات واقعة في مستوى أفقي، يعني لو أنا بهشر مثلا المستوى اللي واقع فيه الكاميرات هلاقي ايه المستوى الايه اللي لونه أصفر اللي هو الايه المستوى الايه الأفقي، ده المستوى اللي الكاميرات واقعة ايه واقعة فيه. يبقى الكاميرات فعلا هنا واقعة في نفس المستوى، في نفس المستوى اللي هو الاكس ايه زد، او هنسميه بقى الواي بلين، لو سميناه بالعمود عليه يبقى في الواي بلين. يبقى الكاميرات واقعة في نفس المستوى ده فاكرين اللي هو كان الشرط الاولاني ان المسألة تقع في مستوى، في نفس الايه المستوى. لكن بقى الشرط الاولاني متحقق، الشرط الثاني غير متحقق، هو اللي يخص الاحمال، ان الاحمال هنا واقعة في مستوى خارج مستوى المسألة. يعني هنا الحمل اللي هو 2 بي هنسميه بقى في الحالة ديت اف ايه اف واي، يبقى المسألة واقعة في الاكس زد والحمل واقع في الاف واي، يبقى هنا الحمل في غير ايه في غير مستوى المسألة، عمودي على مستوى الايه عمودي على الاكس زد بلين. يبقى هنا انتفى شرط من الشروط، يبقى المسألة ديت فعلا ما هياش 2D، لا هتبقى ايه 3D، هتبقى space structure مش plane structure. ليه؟ الاحمال وقع خارج المستوى. وهنا كمان هيحصل حاجة بقى كمان اللي هو الجزء رقم 3 اللي هو الديفورمد شيب. هنا هتلاقي بقى الديفورمد شيب زي ما هنشوف بعد شوية هيحصل ويكون خارج المستوى، مش هيبقى في المستوى الاصفر، لا ده هينزل لتحت. هيحصل عندي هنا ايه؟ هيحصل عندي بيندنج، هيحصل انحناء، والبيندنج ده هيبقى عباره عندي جزئين، ديفليكشن وايه وروتيشن. يعني هيحصل هبوط خارج المستوى وهيحصل روتيشن. فيعني نشوف كده اللي هيحصل، لكن انا دلوقتي من المثال ده قدرت احكم على ان المسألة ما هياش ايه ما هياش بلين، ما هياش 2D، لا المسألة سبيس، يعني ايه 3D، لان في شرط من الشروط مش متحقق وكده.
فلو رجعنا تاني نبص بقى على الايه الديفورمد شيب بتاع المسألة هيكون ازاي. فانا يعني هحاول يعني ارسم ده الممبر اللي هو طبعا ممكن نسمي الممبرز برضو يعني على اساس يبقى مثلا دوت A B مثلا وهنا C. فلو انا اخدت الممبر AB ده الممبر نخليه كأنه موازي يعني ده الممبر AAB طبعا هيبقى فيكسد في الناحية الشمال وديو تو سيمتري هيروح له من الحمل النص هيشيل نص الحمل اللي هو AB طبعا هيحصل هبوط والديفورمد شيب بتاع المسألة هيكون ده بالظبط كده الديفورمد شيب. طبعا عند الاي هيبقى الدي واي بيساوي السيتا بيساوي ايه صفر يبقى ديت ريستريند دي ممسوكة. انما طبعا عند البي هيبقى في عندي دي واي لي قيمة وعندي كمان في ايه روتيشن برسم مماس وبرسم الديتام الاصلي فبلاقي كمان في سيتا لها ايه لها قيمة. يبقى الجوينت التانية ديت بالنسبة لي بقى ايه بقول عليها يعني فري تو روتيت وفري تو يعني ترانسليت في الاتجاه الرأسي يعني هي ريليزد ما هياش ريستريند. يعني الاولانيه ديت بقول عليها ريستريند ممسوكه الثانيه بقول عليها ايه ريليزد مفكوكه او يعني اطلقت لها الحريه فسمحت ليها بالحركة وكده فعندها حركتين. هنا بقى المومنت هنا المومنت او السيتا بتلف حوالين مين. لو انت بصيت للمومنت اللي ناتج او للسيتا تعال نرسم تاني الكاميرا يعني لو رسمتها في الوضع الافقي فده الكاميرا وبعدين ده الديفورمد شيب وبعدين ده كده الروتيشن فالروتيشن هلاقيه بيلف كده ولو كملت الدايرة بتاعته هلاقي الدايرة بتكمل كده. الروتيشن ده هيلف حوالين مين؟ لو انا بصيت على المحور ده هلاقي المحور ده اكس والمحور ده واي وهلاقي المحور الثالث هو مين؟ هو زد. ففعلا لو رسمت من السنتر بتاع الدايرة المحور الموازي للزد هتلاقي فعلا السيتا ديت هتبقى سيتا ايه زد وبالتالي المومنت اللي هينتج عنها هيبقى مومنت ايه اسمه ام ايه ام زد ام زد. طيب تعالى ناخد بقى لكن هنا الديفورمد شيب اللي هو اللون الازرق هتلاقيه ايه خرج بره المستوى يعني نزل لتحت خرج عن المستوى فبالتالي زي ما قلت الديفورمد شيب خرج عن المستوى والاحمال خارج المستوى فبالتالي المساله هي عباره عن سبيس ايه استراكشر. لو انا اخدت بقى المقابل او العنصر الثاني اللي هو هيبقى ايه سي سي بي اللي هو الكاميرا الثانيه وطبعا زي ما قلت هتاخد النص الحمل الثاني فيبقى عليها حمل ايه مقداره بي ولو رسمت الديفورمد شيب هتلاقي برضو نفس القصه هتلاقي الجوينت سي ديت ريستريند ممسوكه انما الجوينت بي حره او ريليزد او كده وبعدين هتهبط برضو ايه دي واي برضو ليه قيمه وهيحصل برضو ان هي هيبقى عندها ايه روتيشن ده الديتام الاصلي وده المماس وهيبقى هنا في ايه سيتا. طب سيتا ديت بتلف حوالين مين؟ لو جينا نشوف المحاور فهتلاقي المحور اللي هو لو انت كملت بالسيتا ديت دايرة كده لو كملت بالسيتا الدايرة بتاعتها يعني القوس يعني كمل الدايرة فهتلاقي المحور فعلا اللي هو عمودي على الدايرة اللي هو محور مين؟ محور اكس. يعني لو خدت المحور ده هيبقى هو محور اكس والمحور الرأسي هو محور واي والمحور اللي ماشي مع الكاميرا ده هو محور مين؟ هو محور زد. يبقى السيتا ديت سيتا ايه اكس والمومنت هنا مين؟ ام اي اكس ام اكس. انا من السهل جدا لو انا عارف المحاور اقدر اخد المسألة اجزاء ولكل جزء اقدر ارسم الديفورمد شيب ومن الديفورمد شيب اشوف الروتيشن او المومنت بيلف حوالين انه محور وبالتالي اقدر ايه اقرر هو بقى ام اكس ولا ام واي ولا ايه ام زد. هنا طبعا ما فيش في المسألة ام واي لان ام واي معناها ان احنا نلف ان البليت الاصفر ده يلف ايه في الوضع الافقي يعني طبعا صعب يعني مش متحرك
المحقق في المسألة هنا إن الـ الـ إن الـ إن إحنا نقدر نلف كده في دايرة أفقية، بحيث إن المسألة كلها كلون أصفر تلف حوالين محور واي، فده مش يعني ظروف المسألة مش سامحة بحاجة زي كده. يعني لو إحنا بقى رسمنا الأجزاء بتاعة المسألة تاني جنب بعضيها كده، فهلاقي طبعا يعني إيه، كان في الأصل كان عندي تو بيمز، والتو بيمز دول بينهم زاوية قايمة، وعندهم حمل 2 بي، وده طبعا المسألة ديت اللي احنا بنقول عليها ايه، بنقول عليها جريد. جريد دي عبارة عن شبكة من الكاميرات، شبكة من الكاميرات وقع في مستوى واحد، في مستوى أفقي واحد. يعني عندي فعلا كاميرتين، والكاميرتين واقعين في مستوى أفقي اللي هو المستوى ايه، اكس زد. فأي شبكة من الكاميرات بتبقى واقعة في نفس المستوى وليكن المستوى الأفقي، فبقول على الشبكة ديت إن هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن جريد، عبارة عن جريد. فالشبكة كلها واقعة في مستوى واحد، لكن للأسف مين اللي خارج المستوى؟ الحمل خارج المستوى، فبالتالي انتفى شرط من الشروط. وايضا الديفورمد شيب زي ما شفنا قبل كده، يعني لو رسمنا بقى الديفورمد شيب للمسألة على بعضيها، هلاقي مثلا عندي ده الكاميرا اللي هي بي سي، وديت الكاميرا اللي هي الاي بي. فانا لو رسمت الديفورمد شيب هلاقي النقطة ديت اللي هي بي هتهبط، وبالتالي هيبقى عندي هنا قوس، وفي الناحية التانية هيبقى فيه قوس تاني هنرسمه بلون أخضر. يبقى الكمرتين هنا هبطوا نفس الدي واي اللي هي عند نقطة بي، لكن واحدة منهم اللي هي على اللي هي الاي بي هيبقى عندها الروتيشن اسمه سيتا زد، لأنه بيلف حوالين ايه، محور ايه، زد. والتانية هيبقى الروتيشن بتاعها اسمه سيتا اكس، لانه بيلف حوالين ايه، محور اكس. يعني لو انا رسمت محور اكس فده بيلف حواليه، ولو رسمت في الناحية التانية محور زد فالتاني بيلف حواليه، ولو رسمت محور واي هتلاقي مين اللي في اتجاه واي بقى اللي هو ايه، الدي واي. يبقى عندي دي واي عند البي، وعندي برضو ايه سيتا اكس عند الاي البي، وعندي سيتا زد عند الاي البي. يبقى عندي كام حرية للحركة، كم درجة. يبقى عندي الديجري اوف فريدم بير نود في حالة الجريد. وهيقابلنا بعد كده برضو زي الجريد بالظبط البليت، عندي الديجري اوف فريدم عند اي نود سواء بقى في الجريد او في البليت، لان البليت برضو بيكون عبارة عن لوح واقع في مستوى افقي، لكن الاحمال بتكون خارج الايه، المستوى، عمودية على المستوى، فبيتصرف بالظبط زي الجريد. يعني الجريد هو عبارة، ممكن نقول هو عبارة عن بليت مفرغ في ايه، فراغات. فبالنسبة للجريد او للبليت هيبقى عند النود ثلاث حركات اللي هم ايه، الدي واي والسيتا اكس والسيتا ايه والسيتا زد. في جزء بسيط بس هنقوله كده وبعدين يعني نقفل، لأن الوقت عدى وكده، وبعدين نكمل في محاضرة جاية وكده. إن طبعا احنا عندنا الكمرتين اللي هما الـ AB والـ PC متوصلين مع بعض عند ايه، عند نقطة B وكده. ف لو انا مثلا هشرت واحده منهم بلون احمر مثلا اللي هي الكاميرا اي بي، وهنهشر الكاميرا الثانيه اللي هي بي سي بلون ازرق، فهتلاقي حاجه، هتلاحظ حاجه، يعني ان الكروس سيكشن بتاع الكاميرا، لو خدت كروس سيكشن في الكاميرا اللي هي بي سي، وخدت كروس سيكشن برضو في الكاميرا AAB، فالكروس سيكشن بتاع ال AB بيبقى يعني كأنه باين عند مين، عند الكاميرا BC.
والعكس الكروس سيكشن بتاع الكاميرا بي سي بيبقى ظاهر كده في المواجهة بتاعت الكاميرا اي بي. فلو انا بقى اخدت الكاميرا اللي هي الاولانية اللي هي الاي بي فيكسد في الشمال وفري في اليمين، وظاهر فيها هنا مين؟ ظاهر فيها الكروس سيكشن بتاع الكاميرا اللي هي الايه الاخرى اللي هي العمودية ايه عليها. وطبعا هحط هنا الحمل بقى بي، لان طبعا زي ما قلت في تماثل، فكل كاميرا بتشيل نص الحمل لو انت عاوز تفصلهم يعني، وكل واحدة تشتغل لوحدها وكده. لو رسمت بقى الديفورمد شيب للمسألة ديت للنص يعني لكل نص على حدة، فهتلاقي سي الديفورمد شيب الجديد هيطلع ايه كده. فايه اللي حصل بقى للمستوى اللي هو كان لونه احمر، او القطاع اللي هو لونه احمر اللي هو قطاع مين؟ قطاع الكاميرا العمودية يعني. يعني ده كده، ده هنعمله بنفس اللون، يبقى ده القطاع بتاع الكاميرا بي سي، ده قطاع الكاميرا بي سي، بس المواجهة بتاعته ظاهرة معايا في الكاميرا اي بي. فهنا حصل حاجتين، الكاميرا اي بي هيتولد عليها مومنت عادي اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ ام زد، ام زد. بس في نفس الوقت القطاع بتاع الكاميرا اللي هي الكاميرا الاخرى اللي في الاتجاه الثاني، لو كانت دي محاورها اكس مثلا او لها محورين، واحد افقي وراسي، فهلاقي لما حصل الديفورميشنز القطاع اللي هو لونه احمر المتهشر ده بتاع الكاميرا الثانيه العموديه اللي هي البي سي، حصل دوران، حصل دوران للقطاع، القطاع لف يعني. هو كان في حال الاصل راسي ومحاوره افقيه وراسيه، دلوقتي ايه اصبح مايل والمحاور لفت معاه، فبالتالي حصل ايه دوران. الدوران ده بقى بالنسبه له عباره عن ايه؟ عن تورشن. يبقى الام زد ده هيعمل مومنت عادي اللي هو بيندنج على الكاميرا اي بي، لكن بيعمل على الكاميرا بي سي ايه في نفس التوقيت، هيعمل على الكاميرا بي سي تورشن. يعني هنا عشان الكاميرتين متصلين مع بعض، فلما واحده بيحصل فيها مومنت الثانيه بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ايه؟ تورشن بسبب التعامد. طبعا الكلام ده ما كناش هنشوفه لو انا بحل بقى كاميرا واحده في مستوى اللي هي الايه ال 2 دي، لكن الكلام ده ظهر عشان احنا شغالين في مساله فين؟ في السبيس، فبقى فيها ايه اتجاهات عديده، وبقى فيها خروج عن المستوى واحمال خارج المستوى وكده، فالوضع ايه اتغير شويه. لكن بس يعني تذكر تبقى عارف ان لما واحد بيحصل فيه مومنت بيعمل على التاني ايه تورشن، والعكس الكاميرا اللي هي البي سي لما يحصل فيها مومنت هتعمل ايه؟ هتعمل تورشن على الايه؟ على الكاميرا العموديه عليها، يعني بالتبادل، يعني واحد بيحصل فيه مومنت يعمل تورشن على الثاني، والعكس الثاني يحصل فيه مومنت يعمل تورشن على إيه الاولاني. احنا كده هنقفل وبعدين المحاضره اللي جايه هنكمل الموضوع، ويعني الموضوع بيسحب مننا وكده، لكن كلها تفاصيل مفيده، ما فيش حاجه بخساره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.